في طريق استعادة الأمن المفقود، تمضي الحملة الأمنية في محافظة أبين لتطهيرها من تواجد الجماعات المسلحة التي ظلت مسيطرة عليها لسنوات. ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القوات الأمنية بسط سيطرتها على مديرية المحفد، لكنها على ما يبدو الأهم، حيث ذهبت إلى تعزيز هذا الإعلان بنشر قواتها في جميع المناطق والقرى في المديرية كباقي المديريات الأخرى التي كانت بيئة خصبة لعناصر الجماعات. هناك عندنا خطة أمنية، وهذا الخطة الأمنية سوف يعني بعد تحرير وعودة الحملة إلى عاصمة المحافظة وإلى المديريات، هناك تم تجهيز قوة من الحزام الأمني في كل مديرية، وهي تقوم يعني بالمعاملة مع أي عناصر أو خلايا نائمة في أي مديرية. يبدو طريق التحرير واستعادة الدولة شاقا، لكنه من خلال التضحيات التي قدمها رجال الأمن يظهر بالنسبة لهم سهلا، ولا يمكن أن تكون مهمتهم خارج إطار المجد الذي يسعون له في تثبيت أركان الدولة. الأمن في محافظة أبيان يعني كليا وليس زنجبار، جميع المديريات أن الأمن استتب في المحافظة كليا، وإنما توجد هناك خلايا يعني تديرها أحزاب من صنعاء، يعني تتحول إلى زعزعة الأمن بوضع عبوات يعني لا تحقق أهداف، وإنما كلها من أجل الإعلام، وأنهم متواجدين وهم لا يوجد لهم أي أساس. العديد من رجال الأمن سقطوا قتلى وجرحى في الحملة الأمنية التي ما تزال مستمرة حتى بعد أن بسطت القوات سيطرتها على المديرية، والتي يقولون عنها إنها نابعة من مهمة الانتماء للأرض وتكريم الوطن. بعد نجاحها في طرد العناصر المسلحة وبسط سيطرتها على جميع المناطق والقرى في المحافظة، استطاعت القوات الأمنية منح المحافظة استقرارها الأمني بعد سنوات من التوتر. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.